FM أحلى ضحكة. أول نهار حطيت ساقي في البيست بتاع المطار، ساعة فما نقل ريفي تهزك للطيارة ما لقيتهاش، عطيتها كلمة تيتو ديما نمشي، جبت سيجارو سيبيل عادي نورمال، شعلته وعندي ورقة بتاع فريستايل نرجع فيها اللي كنتوا تسمعوا فيه تو، فيه برشا تو كذا، ما عليناش، وصلت للطيارة ديكا ديكا، نلقى واحدة شقرة واقفة في الباب، شعر أصفر، عينين خضر، الفم صغير، الخشم صغير، أبا الفم مقلوب باطفين في شوية كاتشوب أوكي وفريت على جنب، ما عليناش، أنا جيت لها قالت لي طفي سيجاروك واطلع، قلت لها واحد الموزيكا واسمع. أنتم تسمعوا في المدى واجهة مع واجهة الجندوبي على EFM أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد في 11:24 دقيقة، هذايا وقيت شنو الحكاية؟ يا سيدي اليوم في شنو الحكاية؟ حاجة أنا ديما نبر عليها ياسر الحقيقة على الفيسبوك على الباج بتاعي بيرسونيل، فما تصور دولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ففيهم مجسم عرفتوه، مجسم ولا ستاتيو تمثال هيكل هكا شكل موجود في 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 مدينة العالية، برشا نقد برشا سخرية برشا أسئلة على المجسم هذية، خاصة السؤال على الكلفة متاعه اللي قيل أنها تجاوزت 50 مليون دينار، 50 مليون معناه 50 مليون في هذا المجسم اللي مش الناس الكل فهمته شنو. أنا الحقيقة ما فهمته إلا ما سألت، خاطر ما فهمتوش الشكل شنو بالضبط. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا رئيس بلدية العالية مشكور سي حمادي بن سيل، مرحبا بيك. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا، صباح النور. صباح الخير، شنو حوالك؟ الحمد لله رب العالمين. بيه انتم لاباس؟ احنا والله الحمد لله وفرحانين برشا. اللي يعيشك ربي فضلك، ميرسي بوكو. معروفه على العاليه انها مدينه القطانية. القطانية هكا ولا كانت البطاطا راس جبل، قريبه راس جبل والكرو. ايواش فوالا، دونك انتم اخترتوا انكم تعملوا مجسم سي حمادي، شنو هو المجسم هذا؟ خاطر ما تفهمش مليح الحقيقه في الصوره نتاعو. اي اون برينسيبو سوليكا في اباريت لا فوتو. اي يعني موجوده الفوتو، موجوده عندنا على الباج نتاعنا. اي لا ما كاروش عملها خاطر اون بريزونت ان اوبجي ني با تريميني، ما كملش او كور دو مونتاج. مازال هو تو مازال تو ما كملش البروجي. داكور، هو كيتصور البروجي يتصور حتى مام في نفس لا بريمير اوبيراسيون دو مونتاج، معناه كان نعبي بالماتريال راكب كالكي زيليمون وصوروه وقتها. داكور في الكاميون. ايوا دونك ابارامون الصوره كانت معناها ماهيشي كامله، يعني ماهيشي مش كامله وعطاتني موفيز امبرسيون كيما نقولوا. باهي دونك اي احكي لنا شنو هو هذا المجسم. هذا البروجي هذا يعني ريبريزونت الجزء من تاريخ العاليه اللي هي الكردون. هي الكردون هذا عرب على بو على على احنا بوصله تتقص بصفه معينه نخدم بها الشاشيه. هذه وشاشيه هي كابوس، ما نعرفش كابوس معروف الكابوس والشاشيه. فوالا دونك هذه كانت العاليه هي يعني البلد المدينه الوحيده اللي تخدم نقول 90% من الشاشيه تخدم في العاليه كانت. داكوغ. وفي الشاشيه نتاعها تلقى في تونس. علاش ما عملناش شاشية ميل؟ علاش عملنا هذيا؟ أسئلة سمحنا سامحني ليه جماعة، راهو أنا نعطي في أسئلة نتاع الناس. المجسم بيدو في شاشية مازال ما ركبوش، مازالت الشاشية مع البروجي انكومبلي. داكوغ. وكل دو مونتاج. دونك الكردون هذيا نبتة ما تمت في العالية، ما تمتش أماكن أخرى. وجابوها الأندلسيين أنا موندوني وقت اللي جاو، وقت اللي جاو من الأندلس. جابوها معاهم زريعة. مش نحكي لك على التاريخ، أون سامبل إنديكاسيون. دونك ألور الموضوع يهم خاصة من خصوصية عالية. دونك المجسم تويك ما نعرفش انت تحب بالنسبه للمونتون تاعو، بالنسبه للتكلفه برشا ناس سامحني سي حمادي، برشا عباد نقدوا وقالوا علاش ما مشيتش في اصلاح طرقات والا في صيانه. انقل اون برانسيب ميزانيه تاع البلديه تتبوب. اي وكل هذه عندنا انسوم للطرقات، انسوم للكليراج، انسوم كذا، انسوم تحسين مداخل المدن. فهمت دونك احنا هذاك يدخل في اطار هذايا، حتى هي الفساديك ما تمش حولها للطرقات، تلقاها كان في داخل المدن، تلقاها فما ولا تلقاها في مكان اخر. أي. ولا يكون مجسم هذاك ولا مجسم اخر، سيدي تدخل في اطار هذاك.
معناها فما معناها فما فما فلوس اخرى مجعوله للطرقات سيرتينمو وعن 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 ولا وبس معناها والتكلفه كبيره زياده معناها الفلوس موجوده للطرقات والصيانه يعني والاصلاحات يعني بروجي كور نتاع 600 دينار تو في العالي قاعد يخدم تو باهي برش قاعدين يركبوا فيه اي وعملنا دي بروجي قبل حتى المليار ملي جينا احنا البلديه عملنا تروا بروجي واحد من 100 مليون والاخر هذا 700 اللي هما لي بروجي ميساج كان ذكروا بهم سي حمادي نذكروا بهم الناس الطرقات عملنا 300 متر كاري ديروا في العاليه 300 متر كاري ديروا في العاليه أيوة. معناها ما نقولش قاعدين على الكل زاد ما نساوش هذيا زاد عندنا الطرقات خايبه زاد عندنا الحفر زاد عندنا برشا برشا حاجات معناها واحنا نخدموا اللي يجي كمان يخدم ورانا بس هذيك العمل فهمت اي خلاص هذيك المجسم تو المجلس ما ذاك كومبرسيف حتى المونتون تاعو كي خرج خرج في سيت تاعي كونسلتاسيون ماهوش احنا قلنا برا اي اعطي فلان اعطي لفلان هما تروا ديزون تروا دو في معناها في تروا دو في فوالا وجا هذاك المون ديزون اللي هو اوسنتو دو كونت ميدينار ماهوش اكثر من 50 مليون وشنو هي الماتير اللي مصنوعه به الماتير تو الماتير هو هذاك خذ وقت تقدموا المحاكم واحد قدم لي واحد مخدوم كيفاش نقول بالريزين هو قدم لنا البروجي نتاعو في يعني ماتريو حديد وكويبر وبرونز دونك فما اللي يجي مخدمين بالكويبر فما اللي يجي مخدمين اون كويبر فما اللي يجي مخدمين بالينوكس وفما والستركتور سي كور الستركتور على الانتريور يعني اون فير فهمت دونك هذا الكومبوزيشن نتاعو دونك كيفاش نكون اونكور فما شويه مثلا مشاكل كيما قلت دو بوان تاع تي نتاع تي العاليه خاطر راهو كومبوز اربع كاتر سيبور عليهم كل واحد عليها كارلونا وملوزه مكتوبه العاليه على الدير نتاعو على السوق فهمت دونك هذا المجسم كومبوز دو سيت مانيير دونك علاش قلت مازال ما نقولش لانه مازال فما اونكور خامس ركبوه وكليرات وبروجيكتورات واحد وهذا هي دقيقه انا رايي انا في الموضوع هذا ما نتحدثوا فيه وناقشوه مازالي كامل ما نجمش نقص معاك انا في بروجي ماهوش ماهوش كامل اي صحيح دونك هذه وهنا عباد غير موفيز امبرسيون عليه وعطف عباد فهو شنو تو كويس اجي سيرتو اللي بعاد على العاليه شنو هذا واحد يقول نزاسه والاخر يقول لك عبد انا ما يقول كل واحد يجي كل واحد يضرب على 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 الجيب نتاعو ويطلع منها اي على خاطر جسمه ماهوش واضح هذاك علاش سي حماد ce genre de projet les sculpteurs en principe ما حبيناش يكون هكا موديل تراديسيونيل يعني يجيك هكا حاجه مقابله هكا فيها ريشيرش حبيتوا تعملوا ريشيرش وتعطي مجسم وتحط عليه بلاكه هذه كذا كذا ما حبيناش حبينا احنا المجسم يبدو يعبر عن نفسه اي مازال ما عبرش هو على خاطر ما كملش لا التعبيره موجوده اما يجب يفهموها فهمت ودي قداه سكيلتور دي قداه تحرير البروجي هو علمي هو صاحب ليدي هو صاحب الكونسيبسيون وصاحب الفابريكاسيون والمونتاج طبعا احنا نشجعوا دوتوت لما احنا نشجعوا راهو الناس ونشجعوا خاصه الشباب انهم يعملوا دي كرياسيون ارتستيك على خاطر حاجه مهمه ياسر تضوي البلاد وكل اما ماذا بينا مثلا المجسم هذايا تعمل وكانه كيما الكادو نقولوا احنا كاينه خاتمه بعد ما تتقد الطرقات وبعد ما تتعمل صيانه نتاع مثلا لان مستوصفات الطرقات ماهيش مشطوطه لا في المدام تاعي ولا في المدام الجاي وما فاتش قبل علاش 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 سي حماد ديما لا التربوط موجودين ديما عندنا الطرقات مش كامله احنا امكانيات عباديه ما تسمحش احنا قاعدين مثلا 1500 متر كاري اليوم فيها 50 متر كاري ما تجمش قاعدين الكل تنزينو ما نضبر بارتي نمشيو اي لكن على الاقل نعملوا الطرقات اللي فيها برشا مشي وجاي على خاطر العاليه وبنزرت فيها برشا زوار الناس تجيها قالك قاعد يقع اللي شال دي بروجي نتاع البواري قاعد يقع هذاك ماهوش مش غادي يعني مش معناه مش من اي فهمت دونك ما نعرفش هذه البوليميك انا واحد الناس قلت له رب ذرة النافعة باهي قالت البوليميك هذه وعرف بالعالية قبل كل شيء وكان تحكي لنا جوستومون على العالية واختصاص العالية وناسها محليهم انا نعرف برشا ناس من العاليه ونعرف المقرونه هذيك اللي تتعمل تجيري حاجه بنينه برشا برشا على ياسر ما حكيت اللي نعرف وينكم انا العاليه اون برانسيب كانت هي كانت في البطاطا كانت هي الاولى صحيح اي هيك
دونك تريك بدات تيجي في جندوبه ولا تطلعت على الجمهوريه كانت ما خسين من خسين العالي كانت مثلا تو عنا الخضروات البسباس اي تلقى هناك فريق نتاعهم العاليه ما نقولش موجود في اماكن اخرى دونك كيف نتاع العاليه ومنطقة جميلة ياسر هي أي بيان جميلة اسمها عالية خاطرها عالية أي اسمها الغشمة فوالا أي برشا خضار ونشوفوا البحر من الفوق مزيان برشا أي يعطيك الصحة سي حمادجي بارك الله فيك قول لنا وقتاش يكمل هل المجسم هذايا باش نجيو نتصور كي نكملوا المجسم هذايا عندي تليفونكم نعم بوان دو بريس ونلمكم الكل بحذايا هنا في العالية مرحبا نجيو افيك ان كرون بليزير بارك الله فيك سي حمادي مرحبا شكرا لك سي حمادي بن سالم مرحبا شكرا لك رئيس بلدية العالية شفتوا كيف نبرنا الناس الكل التوانسة نحبوا احنا ياسر نحبوا الضحك ونحبوا التفادليك ونحبوا التنبير في الاخر شنو طلعت مازال هي مازالت ما كملتش هي القذوم هذيك الكونكورون تاع الخرشوف اللي حكى لنا عليه صحيتك اللي نعملوا به الشاشيه والكل دونك ما زلنا باش نشوفوا مازالت ما الكرذوم الكرذون 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 مازلت معايا سي حمادي مرحبا خير كي صحات لي شكرا ليك دونك مازلنا كيما قال سي حمادي باش يكمل المجسم هذايا ونشوفوا حاجه تعبر على العاليه شكرا ليك احنا توا عندنا فاصل موسيقي